وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن الذي يتكرم علينا سبحانه وتعالى بالنعم العظام، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى سائر أنبياء الله ورسله وآلهم وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أما بعد، فإننا ننتظر منة عظيمة ورحمة كبيرة تستقبلنا نحن المسلمون في الأيام القادمة، وهي نعمة قدوم شهر رمضان المكرم، شهر رمضان المعظم. هذا شهر رمضان الشهر الوحيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه في القرآن، فقال جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه من بين سائر الشهور، حق علينا أن نستعد له وأن نعطيه حقه وأن نغنم مواهبه وأن نغنم مواهبه وعطاياه التي يتكرم المولى سبحانه وتعالى على عباده في هذا الشهر العظيم. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى رمضان، وإذا هل عليه هلال رجب يقول: اللهم بلغنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فانظر كيف هو المسلم، وانظر كيف هي المسلمة من شهر رجب والنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر رمضان ويقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فنحن نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان في هذا العام على الصيام والقيام والعبادات والطاعات والخيرات والمسرات. شهر رمضان سيأتي، كيف نستقبل شهر رمضان؟ نستقبل شهر رمضان على أقل تقدير بثلاث حالات. أول شيء نستقبل شهر رمضان به بالنوايا الصالحة، فننوي أن نعمل أعمالا صالحة كثيرة في رمضان هذا العام، أكثر من الذي عملناه في العام الماضي وأكثر من الذي عملناه في رمضان الماضي. نستقبل شهر رمضان بالنوايا، ننوي من الآن سنعمل كذا، سنقرأ القرآن، سنصلي التسبيح، سنتهجد في آخر الليل، سنحسن صيامنا، سنكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى، سنعمل الأعمال المقربة إلى الله. نستقبله بالنوايا الصالحة. ثم نستقبل شهر رمضان بالفرح والسرور، نكون فرحانين مسرورين مستبشرين بهذا الشهر العظيم وبما يفتحه الله سبحانه وتعالى فيه من الرحمات والخيرات، وأن نحوز أكبر قدر وأعظم نصيب من خيرات رمضان، مستبشرين متفائلين فرحين مسرورين. ثالثا، نستقبل شهر رمضان بالشكر لله سبحانه وتعالى، نشكر الله عز وجل إذ بلغنا رمضان وأعاننا وياكم على الصيام ويعيننا سبحانه وتعالى على القيام وعلى تلاوة القرآن ويصرف أوقاتنا في الطاعات والقربات التي تقربنا إليه سبحانه وتعالى. إذن هذه الثلاث نستقبل بها شهر رمضان المبارك. ولا ننسى أول ليلة من ليالي رمضان ليلة عظيمة، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وكما روى الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب في فضائل رمضان: إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان نظر الله عز وجل إلى عباده، ومن نظر الله عز وجل إليه لا يعذبه بعدها أبدا. فهذه الليلة الأولى من رمضان تسمى ليلة النظرة الإلهية، لأن الحق عز وجل ينظر إلى عباده فيها. هذا ينظر الحق عز وجل إليه وهو متوجه إلى صلاة التراويح، هذا ينظر الحق عز وجل إليه وهو يصلي، هذا ينظر الحق عز وجل إليه وهو في الركوع أو في القيام. ينظر الله عز وجل إلى عباده في أول ليلة من ليالي شهر رمضان، فعلينا أن نستعد لها بالطهارة الباطنة والظاهرة، طهارة الظاهرة بالوضوء وسنة الاغتسال، والطهارة الباطنة بنقاوة القلوب ونظافة البواطن، فتكون بواطننا نقية سليمة، لا نحمل غشا على أحد ولا نحمل كرها لأحد من المسلمين، تكون بواطننا سليمة حتى تحوز هذه النظرة الإلهية من الله عز وجل في أول ليلة من ليالي رمضان. ثم سيستقبلنا في شهر رمضان المواهب الكريمة من الحق عز وجل والعطايا العظيمة، فكل ليالي رمضان عظيمة وكل ساعات رمضان عظيمة، وأوقات رمضان بعضها أعظم من بعض. فمثلا ساعة السحر ليلة عظيمة، ساعة الإفطار ساعة عظيمة، وقت السحور وقت عظيم، فنستغل ونستفيد هذه الأوقات. نهار رمضان كذلك غير الليل، انظر
ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الصيام والقرآن يشفعان للمسلم، هكذا روى الإمام الحاكم بسند صحيح. الصيام يقول يا رب منعته الطعام، والقيام يقول يا رب منعته المنام. إذن في رمضان الصيام يشفع والقيام يشفع، يصور ويتكلم أمام الحق عز وجل. أعظم بهذا الصيام وأعظم بهذا القيام في رمضان بالخصوص. ممكن أن نصوم في غير رمضان، ممكن أن نقوم الليل في غير رمضان، لكن قيام رمضان وصيام رمضان له الشهادة أمام الحق، يشهد أمام المولى عز وجل أن هذا صامه وأن هذا قامه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن اغتنام رمضان وأيامه ولياليه. أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخيره عتق من النار. انظر كيف يقسم الشهر الثلاث، أوله رحمة، العشر الأول رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وليس معنى ذلك أنه ليس في أوله عتق من النار وليس في أوله مغفرة، لا، إنما يكثر في أوله الرحمة وهناك المغفرة والعتق، ويكثر في وسطه المغفرة وهناك الرحمة والعتق، ويكثر في وسط في آخره العتق من النيران، وفي آخره كذلك الرحمة والمغفرة من الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا نستغل ليالي رمضان ونستفيد منها ونعمرها بالطاعة بالدعاء بالذكر بسلامة البواطن بالأخلاق مع المسلمين بحسن التعامل مع المسلمين بل ومع غير المسلمين، حتى نكون سببا في هدايتهم وسببا في إرشادهم وفي دلالتهم على الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى كذلك أن لب رمضان العشر الأواخر، ولب اللب في رمضان هي ليلة القدر التي أنزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة في ليلة القدر، والعمل فيها خير من ألف شهر، ليس يوازي ويساوي ألف شهر، خير من ألف شهر في ليلة القدر هذه العظيمة. والملائكة تتنزل فيها حتى تكون الملائكة في الأرض، كما روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده، يتكون الملائكة في الأرض في ليلة القدر أكثر من عدد الحجر والشجر. انظر إلى هذا العطاء العظيم من الله، الملائكة يختلطون بالمسلمين في الأرض ويصافحونهم في ليلة القدر ويكونون أكثر من عدد الحجر والشجر. فإذا ليلة عظيمة، حتى قال العارف الشعراني رحمه الله تعالى كأن قيام رمضان هو استعداد لليلة القدر العظيمة ولقيامها. فلنحذر أن نشاحن أحدا في رمضان أو نتخاصم مع أحد في رمضان أو نقاطع أحدا من باب أولى في رمضان، فنحجب عن المغفرة والعطايا الكبيرة. فلابد أن نكون في رمضان مستعدين منورين صافين طاهري البواطن، لا نحمل في قلوبنا كرها لأحد من المسلمين ولا غشا لأحد من المؤمنين ولا غير ذلك، بل تكون بواطننا نظيفة نورانية محل نظر الله عز وجل، ولتلقي أنوار الله ولتلقي فيوضات الله. وفقنا الله وإياكم لهذه العطايا، وفي رمضان نتذكر ليلة بدر وغزوة فتح مكة وغير ذلك من العطايا العظيمة. فكله كما قلنا كل ليليه وأيامه بل كل ساعاته ولحظاته عطاء من الله عز وجل، حتى ورد في بعض الحديث أن نوم الصائم تسبيح ونفسه عبادة، نومه تسبيح ونفسه عبادة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عن هذا العطاء الوفير في رمضان كما جاء في صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان، لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان مع العافية مع القوة مع التوفيق للطاعات والحفظ للصيام وللحفظ والتوفيق للقيام ولقراءة القرآن، مع السعادة مع الطمأنينة، وأن يرفع البلاء سبحانه وتعالى ويرفع الوباء ويرفع جميع المؤذيات ويصرف جميع الشرور والأشرار كلها، ويشرح صدورنا وإياكم بأنوار القرآن، ونمتجز بالقرآن في رمضان لأنه شهر القرآن والشهر الذي أنزل فيه القرآن، فنكثر من قراءة القرآن نهارا وليلا، نقرأ القرآن نهارا ولو قليلا وليلا ولو قليلا. لماذا؟ لأن قراءة القرآن في نهار رمضان غير قراءة القرآن في ليلة رمضان، فكل وقت له بركته وله رحمته وله تنزله. ولا ننسى ساعة الإفطار، فأن الدعاء يستجاب في ساعة الإفطار، لكل صايم عند فطره دعوة مستجابة. فإذا تفكرت أيها المسلم لك 30 دعوة مستجابة في رمضان، كل ليلة دعوة مستجابة. ماذا تريد في أول ليلة؟ ماذا تريد من المولى عز وجل في ثاني ليلة؟ ماذا تطلب من ربك عز وجل في ثالث ليلة؟ ما هي الليلة الرابعة؟ ماذا تطلب من ربك؟ وكذلك أيضا في وقت السحر، فهناك وقت السحر تحصل الرحمات والتنزلات من الحق سبحانه وتعالى. غنمنا الله وإياكم رمضان، وفقنا لصيام رمضان وقيامه، وجعلنا من أهل رمضان، وأكرمنا سبحانه وتعالى بحقائق قيامه وحقائق صيامه وحقائق قرآنه وحقائق عتقه من النيران، وجعلنا من خواص أهل الصيام. لا نكون كبعض الجهال أو بعض البسطاء الذي يظن أن الصيام الإمساك عن الطعام والشراب فقط، لا،
هذا صورة الصيام. هناك الإمساك عن الطعام والشراب وعن المفطرات وعن كل ما يبعدنا عن الله، كل شيء يبعدنا عن الله هو يعتبر مفطر باطني للصيام، والطعام والشراب مفطر ظاهر للصيام. فنسأل الله أن يحفظ صيامنا وصيامكم وقيامنا، ويبلغنا رمضان، ويجعلنا وياكم من أهل رمضان النورانيين في رمضان المنتفعين من رمضان، ثم يجعلنا من العايدين كذلك، يكرمنا بأنوار العيد وبركات العيد. بعد الصيام، بعد النصوم نقوم تأتي العيد، بعد يوم عرفة تأتي عيد الأضحى، بعد صيام عظيم وقيام عظيم تأتي العيد، الجائزة والكسوة من الحق سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم، وزادنا من كل خير، وحفظنا من كل شر، وبلغنا أمانينا سبحانه وتعالى، وصرف عنا من البلاء ما يؤذينا، واجعلنا وإياكم مفاتيح لكل غير، مغاليق لكل شر، مباركين في جميع الأوقات في جميع الأزمان، في رمضان وفي غير رمضان، وموفقين ومحفوظين في جميع الأوقات في جميع الأزمان بفضله وكرمه وبركات نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أنت الكريم وجودك المعهود، يا بر يا صمد ويا مقصود، بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود.